إن إحنا شيوحينا أنا ألفت نظرك لشيء. إيش قد الآن بيننا وبين واقعة الطف؟ بيننا وبين واقعة الطف الآن حوالي 1400 سنة، إلا أقل شوي، ها؟ يعني تقريبا 13 قرن ونص. جين هاي الفترة الطويلة، إيش تتصور أنت أن واقعة الطف انطفت جذوتها في النفوس عند من يتصل بأهل البيت؟ لا والله، جذوتها حية. ليش؟ لأن الحسين أراد لها أن تكون حية، ولإرادة الحسين دخل في أن يجعل هذه الجمرة تتقد. أرجوك إذا مر علينا المحرم ترجع لنا هالأطياف هذا، ها؟ شوف عبارة الإمام سلام الله عليه، الإمام الصادق يقول: إذا هل هلال المحرم نشرت الملائكة قميص الحسين وهو مخضب بالدم، فنراه نحن وشيعتنا بالبصيرة لا البصر، فتجري لذلك دموعنا وتحزن لذلك قلوبنا. هذه الذكرى إذا مرت علينا تنقلنا إلى ذلك الموقف الذي يتألق بطوله. شي يقول له أحد من الشعراء، شي يقول له لحسين، يقول له: تسامرني تسامرني والكائنات هجوع بعينيك أو بدنياك، في قلب الظلام شموع سهرت عليها الليل أستلهم الرؤى، فألهمني مما وهبت نجيع نجيع مشى عبر القرون بخصبه، فلا دهر إلا من حباه ربيع تحول فيه العنفوان، فللدماء شموخ وللسيف الجبان خنوع، وعند الرمال الشمر من دم ثائر عبير إذا هب النشيم يضوع. صلوات الله عليك أبا عبد الله، ابعث إلينا بأطيافك بموقفك الكريم يوم وقفت في هذا الشهر وأنت ترفع عقيرتك لتقول: والله لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل ولا أفر فرار.